كل الناس اللي تابعين دوانس اف ام، معكم وحيده بن منصور مقدمه برامج في راديو نساوى قبلي، ايضا مراسله في منطقه قبلي ككل دوزو ثوار وقبلي. حبيت نعطيكم كلمه يعطيكم الصحه، الناس الكل القائمين على راديو دوانس اف ام سواء كان في كواليس او في البرامج المباشره وايضا في الباج اوفيسيال، مشكورين على كل التغطيات الموجوده سواء كان في المناطق الداخليه والمناطق الوطنيه ككل. وهذا مش غريب عليكم، مش غريب على الشباب اليوم في تونس، نشدوا على ايديكم، قاعدين تواصلوا وتنقدوا وقاعدين تعطوا في المعلومه الصحيحه. هذا هو دور الصحفي، دور الاعلام اليوم اللي يكون محايد، ايضا يكون تلقائيه وعفويه وفي نفس الوقت يخدم للبلاد. ان شاء الله ديما منورين، حقيقه من بين المتابعين الباج اوفيسيال نتاعكم، واكيد مش نبعد عليكم، نحاول نعطوكم اكثر ملاحظات سواء كان ايجابيه او سلبيه. هذا الكل باش يكون جهود متوافره بين الاذاعات المحليه والوطنيه، وايضا خاصه الاذاعات الجمعيه، هي خاصه نساوى اف ام ولا جديد اف ام ولا بعض الزملاء الاخرين، من خلال هذا المنبر ومن خلال هذا التقرير نحيي كل الناس اللي تابعه الدومين وتابعه المجال الصحفي. ان شاء الله نتقابل في اعمال مشتركه على اساس يكون ثم شراكه بين الاعلاميين الجواد وبين المحترفين، خلينا نشد المشعل مع بعضنا، خاصه مع الصحفيين الكبار، نتعلموا منكم، اكيد تنصحونا وتنقدونا باش نوقفوا على خطوه صحيحه. يعطيك الصحه سي جلال عبد القادر، مشكروك انت على مجهوداتك وعلى حب صدرك وعلى ايضا تلقائيتك وعفويتك والابتسامه الموجوده عليك ديما ان شاء الله. الله يخليك.